علبة الألوان دي ب7830 جنيه، وأنا مروح النهاردة لقيت حد في المواصلات بيبيع الأقلام دي ب5 جنيه. يعني وداعا لميزانية أبو هشيمة ومرحبا بالباعة الجائلين. انتوا متخيلين يا جماعة القلم بجنيه؟ إلى مكتبة ألوان وسمير وعلي، شكلكم هتوحشوني قوي. قمت سحبت قلم منهم كده وبريته، وبدأت إن أنا أرسم رسمة بسيطة كده عشان أجرب الرصاص هل فعلا ينافس الأقلام الغالية اللي ب30 وب35 ولا لأ. المهم رسمت عين كده بسيطة حجمها صغير، وانتوا بقى اللي قولولي رأيكم. لو الفيديو ده جاب 1000 لايك هرسم بورتريه كامل بالقلم ده.